انا رامز وانتم معايا النهارده مره تانية في رمزيات. انا ولا دكتور ولا طالع انصح ولا نظر على حد، انا راجل جاي يهزر، جايز تلاقي في هزاري ده حل المشاكل، وغالبا مش هتلاقي اي حاجه خالص عشان ما اضحكش عليك. في البرنامج ده احتمال تلاقي اجابه لسؤال، ونادرا ما هتلاقي حل لمشكلتك، بس الاكيد انك هتلاقي حدوته تسليك. وانا رامز في رمزيات. ومين اللي عمل الشاي انت ده؟ انا اللي قلت لك السكر. 3 انت بدات. السؤال الاول، انت مرتبط يا رامز؟ لا مش مرتبط. قولي بحبك يا شيماء في المايك والنبي. بحبك يا شيماء في المايك. لو في حاجه هتتعبك بس امك عايزاك تعمق، بس امك عايزك على فكره. اقسم بالله دي مؤامره، والله مؤامره. لو في حاجه هتتعبك بس امك عايزاك تعملها بس مش هتفيد في حاجه خالص، هتعملها امك جزمتها على راسك فانت تعملها. يا حقص الاتش ارز الزين دي بيجوز توني ومش لاقي شغل، دور كويس. رامز انا الاكس بتاعي عاوز ارجع له بس هو ملبوس. ايه ماشي، مش المعنى الحرفي. ماشي، هو عاوز ايه؟ موضوع كبير فده رقمي. هنكلمها كمان شويه. السؤال اللي بعده، بحب دوجا كات. دو جاكات مش هي المفروض بتبقى 3 نقط؟ طب انا يعني اقسم بالله مؤامره. بحب دو جاكات وعايزه اتقدم لها، اعمل ايه؟ والله يعني هو بيقولوا في وسط كل 100 سيلبرتي هتكلمه واحد هيرد، فانت ابعت ل 100 شخص ودو جاكات منهم وان شاء الله تبقى واحده منهم اللي هترد عليك. رامز هو لو في حد بيحبك بس انت مش عارف انت بتحبه ولا لا، تعمل ايه؟ والله اكتر حاجه ممتعه في الحوار ده كله القرايه نفسها. كسؤال ايه؟ هو مش عارف انك بتحبه ولا لا؟ لا، مين اللي مش بيحب؟ استنى، لو في حد بيحبك بس انت مش عارف انت بتحبه ولا لا؟ لا، في الحالات دي يعني انت مش عارف انك مش بتحبه، يبقى انت مش بتحبه. يعني انت لو بتحبه هتبقى عارف، هتحس، هتاخد بالك، هتبقى متاكد. شايف نفسك فين كمان ربع ساعه؟ بسال كام سؤال تانيين. تفتكر لو اهلك كانوا سموك شادي زي ما كانوا عايزين هيكون اسم البرنامج ايه؟ لو كانوا سموني شادي، الفكره في رمزيات مش كرامز، هو هي ماشيه حلو، بس الفكره في رمزيات الرموز نفسها. لو كانت الديناصورات ما انقرضتش، انا ازاي قريتها صح؟ تفتكر كان هيكون ايه النظام الغذائي بتاعهم؟ كان في انواع من الديناصورات بتاكل ورق عنب، ورق شجر، دول اللي هم كانوا برقبه طويله، اما الباقيين بقى ممكن بقى بني ادمين، فيران، ربع فرخه. لو ابوك كان معاك في المدرسه كنت هتتصاحب عليه؟ كده 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 كده، اصلها طالع يعني كان هيبقى فيه كونكشن، بس لو هو معايا في المدرسه ما كانش هيبقى ابويا، فلو هو كان هيبقى زي ايه الاوحش؟ صفار بالبيض. ايه يا لهوي، ايه الاوحش؟ صفار البيض ولا بياض الصفار؟ بياض الصفر. ايه الاوحش؟ صفار البيض ولا ايه الاوحش؟ صفار البيض ولا بياض الصفر؟ الصفر اللي هو الصفر الابيض، والابيض الصفر ماشي. بص بالنسبه لي الابيض بيبقى حلو عامه لو بتاكل البيضه المسلوقه، ولو الاصفر يبقى الاومليت، فكل حاجه حلوه في حتتها. لازم تاخد بالك عامه في حياتك انه دايما كل حاجه بتيجي في الوقت الصح، ف اتس اول اباوت تايم. هو في ايه؟ اوف، هو ممكن يكون قصده صفار البيض اللي هو الواحده لونها ابيض يعني بيضاويه وصفرة، وواحده بلون بس قلبها ابيض، صح؟ الربع ساعه عدت، انت فين دلوقتي؟ لا لسه ما عدت. صاحبي لما بيزعل بيحط صابعه في بقه الحمد لله ويبص في الارض، تفتكر دي ريد فلاج؟ انت عرفتي من ايه؟ عايز اتعرف عليه. بصي انا ممكن اوصف الحاله دي اللي قلبه على لسانه او في بقه يعني. فور رامز، صاحبتي طلعت شطوره ولزقالي، عايز حل وبعت نمرته. طب يعني ده اتصل بيه ازاي؟ يعني علاقه شطوره بانها لزقالك ده اولا، ثانيا هي لو لزقالك فهي اكيد هتلزقلك، هي مش صاحبتك. انا مش هرد على المهزله دي. السؤال بيقول ايه اللي حصل في عيد ميلاد توأ؟ اولا بس ديسكليمر كده، هو عيد ميلاد انا، ثانيا انا عندي استعداد اقول لكم، من سنه تقريبا كنا طلعنا انا وهي في اكس بوكس وكنا جبنا سيره اكتر حاجه ضايقتها وضايقتني كان ساعه عيد ميلادي. الحكايه وما فيها، لا بلاش دي عشان الناس بتشتم بعديها. الواقع ان هو كان يوم عيد ميلادي، كنت نزلت انا وهي وواحد صديقنا ناكل شاورما، بعد ما اكلنا شاورما رجعنا العربيه وكده كان في نقاش كده ساخن بيدور حوالين ان انا مثلا متغير،
بقتش زي زمان حاجات كده، وحسيته كان توبيك سخيف يعني يوم عيد ميلادي. فقررت ان انا لاول مره في حياتي مش هكمل خروج، انا مش هكمل في المهزله دي وهروح. فنزلتها عند اللي عند ووتر واي، بس فضلت قاعد، ما كنتش عايز انها تمشي خالص يعني. انا عندي قلب. المشكله الحاجه اللي انا ما بتحكمش فيها ان اس فجاه وانا راكن على السريع جه الونش ورايا ولقيته بيزمر لي في نفس ذات اللحظه. كانت توا رجعت وخرجت من وقفت على الرصيف وكانت مستناني اشاور لها انها تركب. دورت العربيه ومشيت، بس انا والله 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 العظيم ما شفتك. وبعدين ده الونش ما شفتهاش عشان الونش سحلني. كان موقف صعب يعني، هي اتضايقت جدا. تورامز، انا عندي مشكله، انا التوكسيك مش هو. باين عليك يا عمت. اي واحده اسمها مريم توكسيك. انا هتهاجم صح؟ ايه ده؟ ايه ده؟ والله العظيم ما شفتك. وهو يا حرام بيعمل لي كل حاجه حلوه وسايبه نمرتها. نتصل. الو. ايوه مساء الخير. مساء النور، مين معايا؟ معاكي رامز من رمزيات. يا مريم. اهلا، ازيك؟ عامل ايه؟ ازيك انت؟ ايه الاخبار؟ كله تمام الحمد لله. كنت قلتي انك عندك مشكله كبيره. ليه انت التوكسيك؟ تعملي له ايه؟ مش عارف والله، حاسس يعني ظلمه ومركز عليه بتاع، هو غلبان جدا بجد. طب اديني مثال، اديني مثال، حطيها لي كده في صوره قدامي. ماشي. يعني امبارح كنا خارجين. ايوه. وفجاه يعني مسك الموبايل حد من صحابه بعت له مسج، فقال لي، هو قال لي انا هرد. انا هموت. فاستنيته لما رد وكده، رحت بقى منكد عليه، قلت له انت ترد ليه؟ انت معايا بتمسك الموبايل. قعدت ازعق بقى، والواد فضل باصص لي كده مش لاقي حاجه يقولها. بس بنكد من فراغ يعني. طب اديني فرصه. طيب هو دلوقتي رد على موبايله وانت خارجه معاه؟ فانت اتعصبتي. ايوه. هو ليه مسك الموبايل ويرد على حد اصلا؟ لا ازاي فعلا؟ ازاي يبقى عنده سوشيال لايف؟ ازاي يبقى عنده اصدقاء؟ بالظبط كده. ازاي؟ انت معايا على الخط. وانت حاسه ان انت مبسوطه بنفسك؟ ده سؤال بجد، مش تريقه. لا والله صعبان عليا بجد. بص يا مريم، اسمك مريم صح؟ طيب بص يا مريم، انا هديكي حلين. يلا. اول حل هو ان انت تروحي له وتقولي له انا اسفه ان انا مقصره في حقك وباجي عليك وانا عارفه ان انا التوكسيك وانت ما تستاهلش كده. ده حل منهم. حلو. الحل الثاني ان انت تقولي له انا اسفه وان انا بعاملك بالاسلوب ده وانا عارفه ان انا جايه عليك وانا عارفه ان انا التوكسيك وانت تستاهل احسن من كده. اصل يعني قولي لي مميزاتك، قولي حاجه مميزه فيك. مميزاتي كلها مش عارفه اتكلم اقول ايه. اقسم بالله انا عارف انك مش عارفه تتكلمي عشان انت ما عندكيش حاجه تقوليها. بص يا مريم، الصراحه يعني هي قفلت في وشي. انا مش هتصل تاني، انا مش هتصل بيكي تاني عشان كده كده ما كنتش عارف اساعدك. يعني ايه القرف ده؟ غار على مريمات، اقسم بالله غار. مبدئيا انا بحبكم فشخ ويور فايبس جامده، كل الدعم. شكرا. قولوا شكرا. تاني حاجه انا عايز احل حالا. انا كل ما يعجبني واحد ونتكلم وقشطه الدنيا تبدا تكون لذيذه، يا اختي هوب يجري. ده ايه ده بقى؟ ايه العبث ده؟ وسايبه نمرتها 0 100. وللكونتون دي دوس نجمه. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي. افتكرتها ردت. هارد لك ايا الشافعي. ليه البشر يتشاجرون بس الشجر مش بيتباشرون؟ الخرا يا اسطى، انا عندي اكتئاب عايز حل. ايه ده، في حد بيتصل؟ انا واقع في مشكله كبيره قوي وصدمه. اقسم بالله العظيم. بص يا اسطى، دلوقتي في بنت عجباني وشكلها حلو فشخ عظيم، وحاسس ان شخصيتها قريبه من شخصيتي، بس صاحبتها بتحبني. ما تلموا حريمكم. انا مش عايز اتصل بيه عندك. ادي له فرصه. لا مش حاسس. وبعدين المشكله دي سطحيه جدا يعني. انا كراش بتاعت صاحبي بتكراش عليا وانا بحبها، وصاحبي ده انا متخانق معاه، اعمل ايه؟ ابعت رقمي؟ انت بتسال ايه الزغطه بتاعتي دي؟ بتيجي من رجلي ليه؟ اخد شوب شاي. السؤال هنا من مش مهم. انا في مصيبه يا اسطى، بتوتر كل ما بفكر فيها. لرامز باشا الشقيط. ما حاضر، طالما رامز باشا الشقيط سيبها لي. اساعده ازاي يعني؟ ايه المفروض يتعمل؟ اي واحد عشان يوصل للحاجه اللي هو عايزها لازم يخرج بره ايه دايره الراحه النفسيه. فانت كويس انك بتتوتر، ده معناه انك عندك دم. رموز، عندي بيج بروبلم دلوقتي. انا بحب واحده وكلهم بيحبوا. ليه؟ مفيش حد عنده مشاكل عائليه. بيحب واحده قوي وهي كمان يظن انها بتحبه، بس امها بقى حربوقه. ايه ده؟ امها بقى حربوقه، دخلت شرشحت لي ووقفت في طريق حبنا. بليز هيلب مي. بص رن عليا هديك كل التفاصيل. ايه الصوره دي؟ واحده بتقول بحب 6 ولاد وكلهم احلى من بعض ومش عارفه اعمل ايه، وسايبه رقمها. السيناريو ده انا شفته فين قبل كده؟ استاذ رامز، انا عندي مشكله اني بحب واحده مرتبطه
مش عارف اعمل اي، والمشكله ان صاحبي بيحبها كمان. انتوا اتنين العبوا ماتش سومو. ايه ده، ثانيه دي مرتبطه. العبوا ثلاثة في ماتش سومو. رياض محمود، محتاج اكلم رامز ضروري. 011. الو عم رياض. مين معاك؟ رامز من رمزيات. ازيك يا رامز؟ ازيك يا رياض؟ يا رامز كيفك؟ الاخبار؟ بقول له تمام. هي هتحليني مشكلتي ولا احل لك انا مشكلتك؟ انت هتحليني مشكلتي؟ لو عندك مشكله ممكن احلها لك على فكره. بس بص، انا احكي لك حاجه. نزلت فطرت وجايب قهوه رايح عند اني ربيع احلى، فانا دلوقتي رايق قوي بقى. انا محتاج قوي عامه، عشان دايما الناس بتتصل يحل مشاكلها وعمر ما حد فكر يحل لي مشاكلي. ما حدش حاسس بيك صح؟ والله ما حد حاسس بيا. صح، انا فكرت فيك بقى، حاولت ان انا يعني احل لك بقى مشاكلك. تسلم. احكي لي بقى. والله ما عنديش مشاكل قوي، يعني مش زي ما انت متخيل. فكر في مشكلة، انا معاك. مش مهم يا رياض، هفكر لك في مشكلة. استنى، انا بعتبر ان حياتي كلها لونج ديستنس. ماي اكس كانت ساكنة 40 كيلومتر بعيد عني، جامعتي 40 كيلومتر بعيد عني، ناس اصدقائي كتير قوي في اكتوبر وانا في التجمع. لما فين المشكلة برضه يا رامز؟ لا ما في، يعني انا بقول لك بس المشكلة في البنزين يا رياض. انا مش سامع خالص. ليه مش سامع؟ لا علي صوتك. الو 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 الو. السلام عليكم. الو سامعني؟ الو انت عايز اتجوز رامز؟ ماشي، اديني حل. انا دلوقتي طالب اولى ثانوي وما فتحتش كتاب من اول الترم ولا بروح دروس ومزنوق زنقه الكلاب، اعمل ايه؟ مش هقول لك تعمل ايه عشان انت تستاهل. ايه اخبار الرجوع للاكس معاكم؟ انت رجعتي له ولا ايه؟ لا مش عيب، مش عيب، طالما الشخص ممكن يكون اتغير. في مقوله بتقول ساتحمل ظلم الجميع ولكن عندما ياتي دوري لن ارحم احد. واحد رجع للاكس. انا سبيت حبيبتي. طب انا هشهدك. يعني ايه؟ انا سبيت حبيبتي عند ناس عشان شاي سوته. يا ابن الحلال. انا سبيت حبيبتي عند ناس عشان شيء سويته بعدها زعلت وانفصلني. تكلمني من فتره لفتره بس ما تبى ترجع. ايش اسوي؟ لا تسوي شيء حبيبي، اذا حبت ترجع سوف ترجع. اتركها كما هي. السؤال بيقول عندي مشكلة اني صاحبت 14 واحدة وكل البنات فاكراني توكسيك، عايز حل ضروري عشان البت ال 15 هتضيع مني. يا رب تضيع مني. قولوا امين. امين. هنجرب نكلم آية تاني. مليني. 0100. الو. ايوه. مساء الخير يا آية. هاي رامز. ايه ده، عرفتي منين؟ مش حسيت. انت فين؟ انا فين؟ انا قاعدة في سيلانترو على البحر. على البحر؟ مش على البحر قوي يعني، هو في المكتبة بتاعت اسكندرية. حلو جميل. طب طمنيني بقى. بص، انا كل مثلا لما ادخل في ريليشن شيب او لسه هدخل فيها، الولد بيمشي هوبا بيجري. مثلا كان في واحد من فتره اسمه عبد الله. ماشي، عبد الله ايه؟ عبد الله محمد علي رضا. فاكر فين؟ ماشي. فبعدين قال لي انا معاكي في الكليه ومعجب بيكي مش عارف ايه وعايز اجي اتقدم لك. فكرته بيهزر مش عارف ايه، اخدته على قد عقله بس طلع بيتكلم بجد. ماشي. تاني يوم لقيت اظن حاجه زي كده، لقيته عملي بلوك. فهو حاجه من الاثنين، يا مصاحب واتقفش يا اما هو كان بيستظرف. هو الموضوع مش مضايقني اصلا عشان الولد كانت مناخيره كبيره قوي فمش عاجبني. حقك. فانا مش عارفه اصلا ليه بيحصل كده. مناخيره كبيره قوي؟ تنمر. وانتي ما جربتيش تكلميه تسأليه ايه اللي حصل؟ لا، ما خلاص هو عمل لي بلوك على الكولز وعلى الابلكيشنز كلها. وكمان انا عارفه ان هو معايا في الكليه بس ما فيش اي حد من الدفعه اللي قدي او اصغر يعرفوه. شخص مهمش يعني، ما بيتشافش، ما حدش بيشوف، ما حدش بيلاحظ. مش حاسه اصلا ان هو فضائي، فاهم؟ او ان هو خيال، مش عارف. اسمك ايه صح؟ والله يا ايه، انا شايف ان انت الشخص ده انت كلمتيه بعد كده بعد الموقف ده؟ لا، هو اصلا ما كانش فيه اي فيلينجز نهائي. انا كمان كنت مسجلاه عبد الله باسم ماده. طب يعني انت عماله تقولي كل حاجه مش عاجباكي، هو مش عاجبك، مناخيره كبيره، اسمه عبد الله سيكشن. هو انا مش مضايقه بس هو الموضوع ينرفز، فاهم؟ ان هو دخل يهزر في حاجه زي كده. انت بالنسبه لك دي خط احمر. مش عارف. لا بصي ركزي معايا. هو انت صوتك مش واضح. ليه صوتي مش واضح؟
لا خلاص بزعق عشان تسمعيني. قولي لي موقف كمان عشان اشوف المشكله من عندك ولا من عند مين. طيب من فتره كده اتعرفت على واحد هو لذيذ فشخ بصراحه، وكان دايما بيحسسني ان هو بيحبني او معجب بيا وكده. اول بقى ما قلت له ان اي لايك يو ومش عارف ايه وكده، قال لي بصي انت فهمتي غلط، انا ما كانش في اي فيلينجز مش عارف ايه. اكتشفت ان هو كان معقد اصلا من الريليشن شيب اللي كانت قبل كده. هو حاليا احنا مش بنتكلم، او انا بقيت مقروفه اني اكلمه، فاهمه؟ هو انت فين دلوقتي؟ انت قاعده لوحدك؟ لا معاكي حد كبير؟ معاكي حد عامه؟ مين؟ يعني بنحاول بقى، فاهم؟ يعني الله. بنحاول. انت دلوقتي في ديت يعني؟ انا بقلب وقلب على طول. امال انت متضايقه من ايه؟ طالما بتشقلبي وقلبي انا، ده انا اللي محتاج مساعده منك. هو واقف قدامك وانت بتقولي الكلام ده طيب؟ طب ما تديونا اكلمه. ليه؟ لا عايز اطمن عليه. ما مش عارفه. I don't trust him. هم؟ انت مش واثقه فيه هو؟ ايوه بالظبط. طب لا خلاص اديهولي. ده انت متاكد؟ على ضمانتي. الو السلام عليكم. السلام كاسو. انت على سبيكر؟ انا مش سامع. لا لا مش على سبيكر. واضح انها اللي صوتي عالي. دلوقتي احنا بنطلب منك حل مشكله، المشكله دي حلها موجوده عندك ولا لا؟ طب بتقلبني يعني؟ هل انا معطلكوا؟ لا مش معطلنا والله، انا بس مجرد سؤال. مجرد سؤال؟ لا الحل موجود عندي، بس الحل ليك انت. طب انا مطلوب مني اعمل ايه؟ المطلوب منك انك تجري. اجري؟ اجري. طب تمام يا رامز. اجري. حاضر حاضر حاضر. اجري واجري وما تبصش وراك. طب سلام. كده تكون حلقتنا النهاردة خلصت. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. هستنى اسئلتكم واستفساراتكم في الكومنتس على الحلقة دي او في الرسائل على بيج منتاليتي على فيسبوك وانستجرام. وكان معاكم رامز في رمزيات.